السلام غزالة ديالي، كديري؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم جبت لكم وجبه عشاء اللي ساهله مهله ولذيذه بزاف بزاف، اللي هي المحمصه بلاصوص طماطيشه. كتجي لذيذه بزاف بزاف، وممكن تعوضوها بالنجيمات الا بغيتو، او اي لي بات اللي يكونوا صغيورين هكا كيجيو رائعين الصراحه. وممكن ديروا عوض اللحم، انا غادي ندير اللحم. ممكن ديروا الدجاج، انا هنايا الدجاج ما درتوش حنفاش صراحه، يلا غسلته. هو صراحه النهار كامل ضل في الحامض والملحه والخل، ولكن كنفضل ان الدجاج ديالي يبات في الثلاجه عاد نصبو الغد ليه ولا على يومين، هكا كنبغي وما عرفتش. المهم كل واحد والطريقه ديالو. اللي بغى يديرها بالدجاج كان عنده متوفر الدجاج يديرها، راه حتى بالدجاج كتجي رائعه بنفس الطريقه. المهم كيف تتشوفوا انا هنايا درت شويه ديال اللحم، درت هنايا واحد جوج بصيلات اللي صغارين الحجم، قطعتهم هكا مربعات صغيره هكا شلطتهم. الا كانت بصله كبيره ديروا غير وحيده صافي. وغادي ندير هنايا واحد جوج مطيشات اللي عندي محكوكين، وعندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال مركز الطماطم او مطيشه ديال الحك، وعندي معلقه صغيره ديال السمن. بالنسبه لي ما بغاش يدير مطيشه عاديه، ممكن يدير غير مطيشه ديال الحك، يدير معلقه كبيره ممتلئه، او لا ما بغاش بغى يستغنى على مطيشه ديال الحك يدير غير المطيشه العاديه واحد ثلاثه ديال الحبات، يزيد حبه اخرى محكوكين هكا. وغادي نحتاجو واحد جوج معالق كبار ديال القزبر معدنوس مفروم مقطع الرقيق. بالنسبه وغادي نحتاجو شويه زيت العود وشويه زيت الروميه، غادي نخلطهم انا. الا ما عندكم، الا اللي بغيتو بيتو طيبو غير بزيت العود طيبو، بيتو طيبو بزيت الروميه طيبو. والملحه عندي هنايا شويه ديال الثومه بودره والبصله بودره، هادو تيبقاو اختياريين ممكن تستغناو عليهم. عندي الخرقوم عرق، عندي سكينجبير والبزار، انا لقيتو ساهله ليا. غادي ندير غير واحد رشيشه صغيره ديال السودانيه باش عطيها ديك المذاق ديال بحال البزار حروره شويه، غير رشيشه ما غاديش نكثر. وعندي هنايا واحد الضويمه ديال البنه ديال البكري، هادي راه كتجي رائعه في هاد المعجنات. الا بغيتو طيبوهم مطيشه ديرو ديما هادي، واخا ديرو الدجاج ديرو ضويمه البنه ديال البكري، راه كتجي رائعه في الطياب. واللي ما كيبغيهاش، كاين اللي ما كيبغيهاش يستغنى عليها. المهم كيف تتشوفوا، اول حاجه غادي نجيب الطنجره ديال الطبخ ديالي، كشفتوا درت فيها اللحم والبصله مقطعه مربعات صغيره. غادي ندير زويته ديال العود واحد الخويط، وغادي ندير واحد الخويط ديال الزيت الروميه او النباتيه، غادي ندير مليحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق، من بعد ذوقوا ضروري ما كتزيدوا. فاش تزيدوا هاد المحمصه ممكن تعوضوا المحمصه بالنجيمات اللي توفر عندكم ديروه. غادي ندير القزبر معدنوس، حتى النجيمات راه كيجيو زوينين. وغادي نديرهم يتقلاو فوق العافيه. يا نسيت ما ذكرتش لكم الثومه، انا غادي ندير جوج ريوسه ديال الثومه، مع غادي ندير رشيشه ديال الثومه بودره كي قلت لكم. الا ما بغيتوش ديروا الثومه بودره ديروا ثلاثه ديال الفصوصه ديال الثومه ثلاثه. انا غادي نقطعها هكا دوائر، وانتوما الا بغيتو تحكوها حكوها الا ما كتعجبكمش هكا في الماكله باينه. وغادي نقلي هاد المكونات مزيان مزيان حتى تنزل ليا ديك البصيلات دبال. ومن بعد
بعد ما كنحس بالبصيله ديالي بدات تنزل ليا كيف تتشوفوا معايا، ضروري ما نقليو البصله مزيان مزيان حتى تبدا تدبل، عاد نضيفوا التوابل. بالنسبه للتوابل غادي نضيف هنايا رشيشه ديال البصله بودره ورشيشه ديال الثومه بودره، هادو كيبقاو اختياريين ولكن كيعجبوني انا كي قلت لكم في الماكله، تعطي واحد البنه زوينه. غادي نضيف معلقه صغيره معمرش ديال الخرقوم عرق، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره معمرش ديال سكنجبير، وغادي ندير واحد رشيشه ديال السودانيه. كي قلت لكم انا ما متوفرش عندي البزار، داكشي علاش غادي ندير السودانيه غير رشيشه، ما غاديش نكثر غير باش تعطي ديك تكليفي بحال كاين البزار وصافي، غير رشيشه صغيره صافي. غادي نحرك المكونات ديالي نديهم ونجيبهم على نار متوسطه. هنايا الا حسيتوا بهم بداو شي تلصقوا لكم شويه ولا بدات تتنشف، غادي تضيفوا واحد القطيره قطيره ديال الماء، وضروري ما تقليو البصله مزيان مزيان مع هاد التوابل باش تشربهم. صافي غادي نقليهم مزيان، وديك الساعه غادي نرجع معكم باش نضيفوا المكونات الاخرين. هنايا كيف تتشوفوا معايا من بعد ما تقلات ليا البصله مزيان مزيان، غادي نضيف هادوك جوج مطيشات اللي محكوكين، وغادي نحرك مزيان حتى ينسجموا حتى هما. غادي نضيف عليهم هذيك المعلقه صغيره ديال السمن، ممكن تخليوها حتى الاخر الا بغيتوا، انا تنضيفها مع مطيشه باش تطلق هذيك المذاق ديالها في مطيشه والبصيله وكتعطي واحد اللذه زوينه. صافي غادي نحركهم مزيان، وغادي نخلي هذيك مطيشه حتى تشحر ليا حتى هي مزيان ويطلع فيها هذيك الغليه، نحس بها بلي تشحرات وشربت ليا التوابل مزيان مزيان، وديك الساعه غادي هنايا كي تتشوفوا يعني مرقت تقريبا واحد اترو حتى الاترو نص ديال الماء، قلت لكم حتى دارت ليا تشحرات ليا مزيان مزيان هذيك مطيشه حتى هي اللي زدت. عاد ديك الساعه مرقت، دابا غادي ندير النار عاليه باش تصفر ليا الكوكوط، ومن بعد غادي نقص عليها ونخلي طيب ليا الحمى ديالي، وديك الساعه رجع معاك. ومن بعد ما طابت ليا الحمى ديالي كيف تتشوفوا معايا قلبتها لقيتها طابت، هنايا غادي نجيب واحد الاناء وغادي نجيب المحمصه ديالي. هنا كي تتشوفوا عندي زلافه كبيره، هي راه كيضاعف الحجم ديالها ما تكثروش بزاف، وكتبقى الكميه على حسب الاشخاص. كيف تتشوفوا غادي نشد هذيك المحمصه، غادي ندير عليها شويه ديال الزيت النباتيه او الزيت الروميه، غادي ندهنها مزيان مزيان كيف تتشوفوا بحال الصفه تقريبا كندهنوها. صافي كنجيب هذيك الضويمه ديال البنه ديال البقري ديالي، وكنضيفها على في طنجره ديال الضغط ديالي، وكنضيف هذيك المعلقه صغيره ديال مركز الطماطم، وكنحرك حتى يذوب ليا هذيك المعلقه ديال مركز الطماطم وديك الضويمه البنه. غادي نحرك مزيان غير نحس بهم دابو، غادي نضيف هذيك المحمصه ديالي، وهنا في نفس الوقت راه دايره الماء كيغلي باش نضيف عاوتاني واحد شويه ديال الماء. كيف تتعرفوا راه هاد المعجنات كيشربوا كميه كثيره ديال الماء، غادي نضيف غير واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نخلي المحمصه ديالي هكا عريانه ما نغطيش عليها باش ما تعجنش، ومره مره غادي نحركها حتى نحس بها طابت، ندوقها لقاها طابت رطبه ونحيدها ما نخليهاش تتعجن. وكانت هذه يا غزالاتي هي المحمصه ديالنا، صراحه كتجي رائعه كتجي لذيذه بزاف بزاف. كي تشوفوا غير تطيب لنا كندوقوها كنلقاوها طايبه ما خضراش ما قاصحاش، صافي كنطفيو عليها. كيف تشوفوا كتجي لذيذه بزاف بزاف في المذاق، كتجي رائعه وما تخليوهاش حتى تعجن، خاصها تبقى هكا حبه حبه. كي قلت لكم ممكن تعودوها بالنجيمات حتى هما كيجيو زوينين، وانا باقي غادي نزيد لها واحد الاضافه غير قلت نصورها لكم هكا. كاين اللي ما كيديرش ما يبغيش يدير هذه الاضافه، ولكن انا كتعجبني هو الفرماج حمر مبشور. باقي غادي نزيدو عليها هكا من الفوق، كيعطيها واحد البنه اللي رائعه وكيعجبني انا في كاع هاد المعجنات. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. بسلامه غزالات.